مرحبا حبيبي، كيفكن اليوم؟ بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير حلو كتير سهلة وبسيطة لرمضان، وبمكونات تقريبا موجودة بكل بيت. حلو كتير كتير طيبة بعصير الحامض. طبقة البسكوت بثلاث طبقات، شايفين هالشكل الرائع والحلو، كتير حلو طيبة. نفس الوقت كتير سهلة طريقتها، تحضيرها كتير سهل وبمكونات متوفرة بكل بيت. شكل كتير رائع، شايفين؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدي أعمل ليمونادة. عصرت حامضتين، هلا بدي اعمل ليمونادة لغط البسكوتات بقلبها. ملعقة، حطيت ملعقتين طعام حامض، ضيف سكر، ملعقة، اثنين، ثلاثة سكر، ثلاث معالق صغار سكر. نص كوب مي، ضيف مزهر كمان، نص ملعقة صغيرة مزهر. بحركن منيح. بس داب السكر، هلا بدي غط البسكوت بالليمونادة. عنا بسكوت الكيك، بغطهم بالليمونادة وبصفهم بالصينية بهذا الشكل. حلو كتير طيبة وسهلة وبسيطة لرمضان، وما بتاخد معنا وقت بالتحضير، وغنية بفيتامين سي. حطينا أصابع الكيك بالصينية بهيدا الشكل. هلا بدنا نعمل أول طبقة. أول طبقة بحط حليب كوب، كوب ونص حليب، ضيف سكر، ملعقتين صغار سكر، نشا، أربع معالق صغار نشا. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. أنا مثل كل مرة بقلكم بعمل كمية كتير صغيرة، أنتوا إذا بتحبوا أكتر ضعفوا الكمية. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل، هلأ بطفي الغاز. حطينا الخليط على البسكوتات، بحطهم على جنب حوالي 10 دقايق وبرجع بعمل الطبقة التانية. بعد مرور 10 دقايق بدي كفي أنا وياكم. بحط هيدي الليموناضة هون، برجع بضيف فوقهم عصير حامض، ملعقة، اثنين، ثلاثة. ضفت ثلاث معالق طعام عصير حامض، ملعقة، اثنين، ثلاثة، ثلاث معالق صغار سكر. ضيف كمان مزهر شي بسيط. حطيت حوالي نص ملعقة صغيرة مزهر، اثنين كمان، حطيت نشا ثلاث معالق طعام ونص، ضيف مي، كوب مي. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس صار الخليط عنا يشتد شوي، هلا بضيف صبغة لون أصفر، هيدي الصبغة خاصة للطعام. حط شوي شوي، ما بدي اللون كتير يكون غامق، بدي اياه يكون حلو.
هذا اللون كتير رائع. طفي الغاز وبحطهم على الطبقة الأولى. حطيناهم على الطبقة الأولى، هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي الحلو بعد ما حطيناها بالبراد ساعتين، هلأ بدي زينها بشرائح الحامض، الزينة حسب الرغبة. شرائح الحامض بهيدا الشكل بتعطي شكل كتير حلو. بعد ما حطيت شرائح الحامض بحط شي بسيط من الفستق الحلبي. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم، حلو كتير سهل وبسيطة لرمضان، وإن شاء الله كل رمضان والأم العربية بخير يا ربي دخلك، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.